دلوقتي هنتكلم على البروجرس بار. خلينا نعمل مثلا variable اسمه بروجرس بار بالشكل ده، بحيث ان انا يبقى معايا برضو ctk.ctk بروجرس بار. الماستر هيبقى الفريم، وتعالى نشيل دي وهنديله ان هو باك باد واي. لا خلاص هو اللي فوق في 20، فتمام ممكن نقوم قايلين بي دي دوت باك على طول، بروجرس بار دوت باك. ماشي، وزي ما انت شايف لو انا قمت فاتح فهتلاقي ده شكل كده البروجرس بار، وبدأ الديفولت بتاعه ان هو الفاليو بتاعته موجودة عند النص بالشكل ده. طيب انا محتاج ايه؟ محتاجين نشوف الخصائص بتاعته. تعالى كده هتلاقي ان هو برضو له كورنر، له الحاجات دي كلها، فممكن تشوف الخصائص بتاعته. هنا هتلاقي ان انت كورنر راديوس، ممكن مثلا لو انا خليته صفر فالمفروض مش هيبقى فيه راديوس للكورنر، زي ما انت شايف بقى حاجة ايه مستقيمة بالشكل ده، مربع كده. طيب ممكن ليها خصائص ايه تاني؟ ان البي جي كولر اللي هو لون الخلفية بتاعته، فمثلا لو انا خليت ريد ده مش لون البروجرس، يعني زي ما انت شايف ده مش لون البروجرس، ده لون الخلفية بتاعته اللي هي مش واضحة. مش واضحة ليه؟ علشان هي تحت الراديوس، تحت اللي هو الكورنر راديوس. يعني لو انت اصلا كنت خليت الكورنر راديوس ده مثلا 30 وجيت تشوف كان ممكن تلاحظها اهي، زي ما انت شايف هتلاقيها وراها. طيب خليها رجعها صفر تاني، واحنا اصلا مش عايزين البي جي كولر ده. تعال نشوف بقيه الكولرز اللي موجوده. هتلاقي فيه الاف جي كولر. الاف جي كولر ده زي ما انت شايف كده، لو انا خليته ريد وجيت اشوف هتلاقي ان هو يعني انت معاك لون البروجريس ده اللون اللي على الشمال اللي هو لون التقدم، انما لون اللي هو الجزء اللي مش متقدم اللي انا لسه ما كملتوش ده، هو ده بقى اللون اللي اسمه اف جي كولر. احنا هنا خليناه ريد فعشان كده ظهر ريد. طيب ممكن تتحكم في لون البروجريس، يعني بدل ما هو ازرق البروجريس كولر ده ممكن تقوم قايل ان هو جرين مثلا بالشكل ده، بحيث ان انت لو فتحت هتلاقي لون البروجرس نفسه هو اللي جرين بالشكل ده. ماشي، تعال نشوف خصائص ايه تانية موجودة. في خصائص تانية زي ايه؟ ان انت مثلا ممكن تقوم قايل هايت مثلا، بحيث ان مثلا اخلي الهايت 20 بالشكل ده، لو فتحت هتلاقي الهايت بقى 20 بالشكل ده. طيب لو انا عايزه ياخد قيمة معينة، يعني انا مثلا فتحت كده هو طبعا بادئ من عند النص اهو، لا انا عايزه ما يبداش من عند النص، انا عايزه يبقى له قيمه معينه، فممكن تمرر له فاريبل بالشكل ده، والفاريبل هيبقى اكس من نوع مثلا انت فار، بحيث ان احنا اصلا كنا عاملين تقريبا الاكس ده فوق. طب خلاص خليه واي مثلا، وتعالى نعمل نعرف واي ده هنا ان هو برضو انت فار، وهنديله انيشال فاليو. يعني تعالى نقول هنا فاليو لو في البداية، دي كده الانيشال فاليو بتاعته ان هو بنص. بس ثانية، انا مش محتاجه بقى انت فار، انا محتاجه دبل فار صح، لان الدبل هو اللي بيتحط فيه حاجات دبل، فانا القيمة اصلا اللي عندي من صفر لواحد، قيمة البروجرس من صفر لواحد، فانا محتاجه نص عشان يبقى يبدأ من نص يعني. فالدبل فار ده طبعا موجود فين؟ موجود في هنا في التيك انتر، فهستدعيه من التيك انتر. لو فتحت هتلاقي زي ما انت شايف من النص اهو. طب لو انا خليته ربع بالشكل ده، لو فتحت هتلاقيه بادئ فعلا من الربع، طبعا عند 75%، لو فتحت هتلاقيه فعلا بادئ من عند 75% بالشكل ده. طيب هل ممكن مثلا ابدا انا من عند ربع بالشكل ده واخلي ان انا لما اضغط على البوتن عايز البروجرس بار يتقدم ل 75%؟ فخلاص فانا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل واي دوت سيت بالشكل ده واخليها 75%. فلو فتحت وضغطت على جو هتلاقيه فعلا وصل اهو ل 75% وتمام. طب انا لا، انا عايزه يمشي براحته، يعني عايزه يعمل فور لوب كده بحيث ان هو يلوب ويمشي براحته، فممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل هنا مجرد فاريبل مؤقت، يعني تعالى نسميه تم، ان هو بيساوي في البدايه كام؟ ربع، اللي هو القيمه اللي بادئ منها الواي، يعني بلاش ربع، تعالى نخليها واي دوت جيت اللي هي القيمه بتاعت الواي، يعني ان هو القيمه بتاعت الواي اللي هي ربع، فخلاص هو ياخد التم الواي دوت جيت دي اللي هي الربع ويحطها في التم. عايزين اللي يحصل؟ عايزين نعمل فور لوب، فخلينا نقول ان فور اي ان رينج، او بلاش فور اي، خلينا نعمل لها وايل عشان مش هيبقى الستيب انتجر يعني، فخلينا نعمل لها وايل. وخلينا نقول ان مثلا الاكس اقل
واي دوت جيت مثلا اقل من 75% او 7 من 10، اقل من 7 من 10، او خلينا نقول اقل من 1، ان انا عايزها تكمل لحد الاخر. طيب اقل من 1 هتعمل ايه؟ هتعمل ان التيمب ده بلس ايكوال 1. طيب وبعدين هتخلي ان الواي دوت سيت بقيمه التيمب دي، بحيث ان اللي بيحصل ايه؟ ان انا دلوقتي التيمب ده دلوقتي في البدايه بربع، اما اضغط على الزرار التيمب ده في البدايه بربع، فيلاقي فعلا ان ربع اقل من 1، فهيجمع على ربع 1، بس انا مش عايزه يجمع عليه 1، لان لو جمع 1 هيبقى 1 وربع، فده غلط. انا عايزه يجمع حاجه بسيطه، يعني مثلا يجمع ايه؟ 1 من 100، بحيث اللي يحصل ان هيبقى 26 من 100، 27 من 100، وهكذا لحد ما يوصل لواحد. اول ما يوصل لواحد يبقى هو كده خلص فيقف. ولكن لو انا جيت اشغله دلوقتي هتلاقي ان هو هيطير بسرعه، انت مش هتلاحظه، اضغط كده هتلاقي فعلا وصل اهو ال 100%، انت مش هتلاحظه. الفور لوب دي اصلا او الوايل دي جريت مره واحده، لا انا عايزه يمشي براحته. فممكن اعمل ايه؟ ممكن استدعي التايم هنا، يعني اعمل امبورت للتايم واكتب تحت هنا كده تايم، يعني هو هيفضل يزود وهيعمل ما بين كل مره والتانيه هيعمل تايم دوت سليب. تايم دوت سليب دي كنا بنمرر لها السكند اللي انا عايزها تسليب خلالها، وكنا بنقول ان هي فلوت، فانا خلينا اقول ان هو هيسليب 1 من 100 ثانيه. فخلينا نشوف كده هل ده مناسب ولا لا. لما اضغط هلاقي اللي حصل ان هو برضو ما ظهرش. فعارف ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا لما ضغطت كده وضغطت هتلاقي السكرين علقت، علقت ايه، وبعد كده قامت ايه، قامت واصله مره واحده. طب هو ليه علق؟ لاني زي ما شرحنا قبل كده في عندنا حاجه اسمها ثريد، والواجهه اللي هي جي او اي دي بتتنفذ في المين ثريد. طب انا عايز ما تتنفذش لا في المين ثريد، انا عايز اللي يحصل ان الجي او اي تتنفذ في المين ثريد، مفيش مشاكل، بس لما اضغط على البوتون ده الكلام ده يتنفذ في ثريد منفصله. فخلاص تعالى نستدعي المكتبه بتاع الثريدنج، هنقوم قايلين فروم threading import thread. طيب وبعدين المفروض الثريد دي انا عايز اللي يحصل ايه؟ اللي يحصل انه انا مثلا هعمل الفانكشن دي، والفانكشن بتاع البوتوم يعني تعالى مثلا نسمي دي حاجه بالشكل ده. طيب وبعدين هنعمل البي تي كوم اللي هي الفانكشن بتاع البوتوم اللي البوتوم لما بضغط عليه بيستدعيه، هيعمل لها ايه؟ المفروض ان هو هنستدعي فيها الفانكشن دي، بس مش هنستدعيها كده، يعني لو انا استدعيتها الفانكشن دي استدعيتها جواها كده فانا برضو ما عملتش حاجه، صح؟ لكن انا لا، انا عايز استدعيها بشكل تاني، ان انا استدعيها بشكل ثريد. فممكن اعمل تي 1 ايكوال ثريد زي ما احنا شرحنا قبل كده في الكورس بتاع البايثون، بنمرر لها الفانكشن اللي احنا عايزين نعمل لها، فاللي احنا عايزين يعني نشغلها في ثريد، بنكتب كده تارجت ايكوال والفانكشن اللي هي دي كده، وبعد كده بنقوم قايلين تي 1 دوت ستارت. ودلوقتي زي ما انت شايف لو انا جيت شغلت وضغطت كده هتلاقي فعلا اهو مشي واحده واحده لحد ما وصل للنهايه، وزي ما انت شايف النافذه ما حصلهاش تعليق، يعني اضغط كده وشيل اهو واحده واحده لحد ما وصل للنهايه. فده كده تمام. يبقى انا عملت الحكايه دي ازاي؟ عن طريق ان انا استدعيت الثريد، الثريد دي بتشغل اتنين مع بعض، المين ثريد شغال عليها النافذه اللي هي جي او اي. طب انا لما ضغطت على الزرار راح هو عمل ثريد تانية اضافية شغل فيها الفانكشن دي، بحيث ان جوه الفانكشن دي بيعمل ايه؟ ان هو بادئ من الربع، يعني دي كده ربع، وبعد كده هيفضل في الوايل ده طول ما البروجرس لسه ما وصلش الواحد، عمال يعمل للبروجرس بار، عمال يعمل له انكريمنت بمقدار 1 من 100 اللي هي الواي دوت ست بايه؟ بالقيمة بتاعته القديمة زائد 1 من 100 زائد 1 من 100 وهكذا واحنا ماشيين. وطبعا بيسليب شويه، يعني 1 من 100 بسليب 1 من 100، يعني ايه؟ يعني السليب ده هو اللي مخلي حكايه السموث في الموضوع، ان هو مش بيسليب جزء كبير ثانيه مثلا فبيعلق، لا ده بيسليب جزء بسيط قوي، بحيث ان هو يديك حاجه سموث كده، تحس ان البروجرس بار ماشي بشكل سموث بالشكل ده كده، لو ضغط هتلاقيه ماشي براحته بالشكل ده كده. طيب يبقى ده كده بالنسبه للبروجرس بار.